السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا. عليكم السلام ورحمة الله. في أنت في خوف؟ لا ما في إيش خوف ليش؟ وين فريد؟ فريد وين؟ مين؟ فريد فريد وين؟ فريد ما في أنا إيش في؟ إيش في؟ إيش في خوف؟ ما أنا أبغى فريد فريد وين؟ هذا في فريد إيش في؟ أنت فريد؟ الحمد لله أيوة. أنت فريد؟ أيوة. فريد أنا أبغى شغل. في شغل. شغل؟ أيوة. شغل أوكي شغل إيش؟ أنا في فيزا. أوه فيزا. شغالة. ما في مشكلة. ممكن في جيب شغالة؟ في جيب شغالة ما في مشكلة. ما في مشكلة؟ ما في إن شاء الله. أكيد؟ إن شاء الله. طيب أنت في مكتب؟ أنا في مكتب فريدكو خدمات عامة. خدمات عامة؟ ليش ما في جيس مكتب طيب؟ أنا في هذا مشكلة مرة هنا مزرعة مرة محل بيع خضار مرة في مكتب فريدكو خدمات عامة. طيب. إيش خدمة؟ كان في فلوس في جيب خدامك؟ ما في مشكلة ما في مشكلة. أنت فين بلد يبقى؟ أنا؟ أيوة. بلد أنت؟ بلد أنا good very good مية مية. أنت في مستفيد إن شاء الله. مزبوط؟ good very good. طيب بس أبغى كلام وموعد مزبوط مية مية ما في خربش خربش. ما في إن شاء الله كربس كربس في إن شاء الله شغالة ممكن good very good. أنت في دري ولا يبقى؟ لا أبغى شغالة. متى يجي مكتب طيب متى؟ أنت ممكن في سوف. أيوة. متى؟ بكرة إن شاء الله. بكرة؟ بكرة إن شاء الله. يجي في حصل أنت. هياك الله. خلاص؟ على قسمي. يلا مع السلامة. مع السلامة. مع السلامة. يلا هيو. أنت. يعني أنا صديقك من زمان والأخوة اللي بين يعني لا تنساها. مش تبي؟ هذا الحين. المدير ده وش يبي؟ يا اخوي اذكر الله يهدينا وياك وادخل وشوف ايش يبي. الامر خير ان شاء الله لك. وش ادخل؟ وش ادخل؟ انت عارف هالرجال شري شري يا ابن الحلال. شوف بيصير شري في حاله واحده، ان كانك ذاك اليوم قال لك جيب قلابه وجبته كبد حاشي. والله يا اخوي انا ما ادري المطاعم واجد. اقول ادخل 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 ادخل, أدخل تعوذ من الشيطان. ادخل يا ابن الحلال. على مسؤوليتك. على مسؤوليتي. تفضل. اعطوه قول له جبن. سعد سم 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 طال عمرك.
أنا من اليوم ورايح أصدرت قرار. وخخخ وشو قاعد في مكتبي وقاعد كل الأمراض أوقعها وكل شيء، وبعدين مشهور ما أحب مشهور أنا يا أخي. من الربعالة يا ابن الحلال، خلني أخلص كلامي. عشانك ما تحب مشهور وعشانك قاعد في مكتبك وتخلص المعاملات، أنا أصدرت قرار إنك من اليوم ورايح تصير محلي أنا يا طلال. ما حلّي؟ إيه نعم محلي، ساعات يصير محلي. يعني أنا سعد الموظف ذا يصير. بصير أنا المدير العام للإدارة هي كلها. لا يبا، وين راح ظنك أنت مدير عام الإدارة؟ أنت بتصير محلي في الوظيفة السابقة، مدير عام المستودعات. أحسن من هذا صراحة. طال عمرك ما قصرت. الله يطول عمرك ويخليك لنا ذخر يا رب. الله يخليك. أقول كأنك متفاجئ. مفاجأة؟ طبعاً مفاجأة. أنا تصدق هذا عمرك؟ أنا يوم هذا شو اسمه مشهور ذا؟ إيه المعقد ما أحبه أنا. شفت؟ ما كنت أتوقع إني أنا بصير في هالمنصب. لا أنت يا سعد تستاهل أكثر. بس ها يا سعد، أنت بتصير محلي ويانا وياك تلعب بذيلك. وبعدين اسمع، ايانا وياك تتلف عهده من وراي وانا ما ادري. ها انا إيه؟ انا حرام عمرك، انا ما اقدر انظم ابنه في خير الا بشهوراتك انت الابنه وانت الخير. إيه انا باش كذا. تدري يا سعد، لو لعبت بذيلك من وراي وش بسوي؟ ما ادري حطقت عصا طبعا. يا بتنقلني من محلي ولا بتفصل. انا عارف. لا انت الصادق، في شيء ثاني غير الفصل وغير النقل. غير الفصل وغير النقل؟ وشو طال عمرك؟ اباخذ لي مقص. لا تخاف على شنبك، اباخذ لي مقص وبقص لسانك وبعلقه في رقبتك مثل الكرافته. يا حليلك يا سطران، دائما تنقل. الحين اللي حطيت لساني مثل الكرافته وشلون بحكي علمني. يلا هذا راح نكتبك. يلا يطول عمرك. انا اشهد انك مدير. تفضل طال عمرك. تفضل كثر الله خير كثر الله من امثالك. طال عمرك. مبروك الف مبروك يا مدير عام المستودعات. بارك لي أنا يا مساعد المدير العام. مدير العام، مدري سكرتير، مدري اشتاب ذهني. أنا مدير عام. شفت يا علي؟ شفت إن هالمدير ذا ما في أطيب منه أبد. ما شاء الله، طيب ان شاء الله. طهور يا مشهور. بس انا اللي مستغرب شلون وصلت لك هالحين. ليش؟ انت تدري انه الزياره ممنوعه. مو وقت زياره ذا. ما علينا، على العموم بشرني شلون صحتك وش اخبارك. لا الحمد لله اني طيب. بس تكفى يا حمد، تكفى يا حمد. سم، ابغى اطلع من هالمستشفى. طلعني باي وسيله يقول فتحت الشباك ونزلت من هنا. تكفى. لا يا اخوي، تفتح الشباك ليش يا اخوي؟ يا مشهور لا تطلع الا اذا كتبوا لك الاطباء ورقه خروج. ومتى يكتبوا لي ورقه خروج يا اخوي؟
أكيد شوف أكلمهم. يا مشهور وش فيك أنت مستعجل يا أخوي؟ أكيد إذا حسوا أن صحتك تستدعي الخروج بيطلعونك. هي رجال هونها وتهون وما في عقدة إلا ولها حلال، وصحتك يا سيد مشهور أهم من هالدنيا كلها، كل شيء يتعوض إلا الصحة. وانت بعدين لا تزعل نفسك وتضيق خلقك علشان شيء تافه، الله يحفظك. حمد تكفى يا حمد، راح كلم الدكتور، شوف الدكتور يمكن يكتب لي خروج، شوف لي واسطة، دبر لي حل، أبغى أطلع من المستشفى يا أخوي. أبشر أبشر، إن شاء الله يصير خاطرك طيب، أهم شيء أنك ترتاح وتريح نفسك، والباقي خله على الله ثم علي، الله يحفظك. والنعم بالله يا أخوي. وبعدين عندي لك بشارة، موضوع مخربش أنهيته، رحت الوزارة وخلصت إجراءاته وأنهيت كل ما يتعلق بالسفر وصرفت له التذكرة على حسابي وسفرته. كثر خيرك وما قصرت، الله يستر عليه. المهم سم، هذه طال عمرك، هذه المعاملة، هذه معاملة أبو مصلح. أيوة أنا قايل لك معاملة واحد من ثاني، هذه معاملة المصلح، الظاهر أنه كملها ولا المدير موافق عليها أنها تخلص لما تكمل. كملها؟ أي نعم هذه، لا كملها ولا زاد ولا شيء، نفس المعاملة. غريب شوف، شوف. أي والله ما كملت، ما كملت. أقول اسمع، المعاملة هذه زبطها من عندك، تخبر اللي يعز على مديرنا يعز علينا، ولا تبي تطير مثل ما طاروا اخويانا؟ لا 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 ابد. اقول لك اخوي علي، المعاملة هذه فيها ان، فيها ان، ان شاء الله واخواتها، خلصها وبس. السلام عليكم. عليكم السلام. هذه بداية الانحدار.
وقف ولد اسمي ايش في انت ايش في انت اسمي كذا 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 ليس شوف انا شوف واش انا ما في معلوم انا ما في معلوم مين مين انت اسود مال انت اسفي انا في نفر بيجي فيزا فيزا شغاله ما في معلوم انا انا بس انا كلام بكره ما في ناس نوم ليل اوه انا فكر اوه انا في انسى انا في انسى معليش خلاص خلاص اخر مره انا اخر مره خلاص خلاص ما في يجي ثاني خلاص انت يجي نهار خلاص صبح نهار خلاص خلاص مره ثاني ثاني مره في يجي مره ثاني ما في يجي فريد فريد برا هنا معليش معليش مع السلامه مع السلامه مع السلامه مع السلامه خلاص مع السلامه الله يستر عليك خلاص سلامه سلامه مع السلامه مع السلامة سلامة سلامة الحمد لله على السلامة الحمد لله على السلامة الله يسلمك على العموم أنا سيارتي قريبة خليني أوصلك البيت وصلني؟ أي نعم يا أخوي تعبتك يا حمد يا أخوي لا تقول كذا يا مشهور لا تقول كذا يا أخوي أقول ورا ما تخليني أروح الإسعاف هم اللي جايبيني خليهم يوصلوني يرجعوني شلون تروح بالإسعاف؟ صح ما قصروا جزاهم الله خير جابوك وعالجوك الحين أنت بسم الله ما شاء الله تمشي على رجولك يلا خليني أوصلك وأنت عاد صدقت أمزح يا رجال أمزح ظريف ظريف مثل عادتك يا مشهور الله يسلمك المهم يا حمد كمل موضوعك عن ابو ابراهيم هذا الله يسلمك عياله ثلاثه كلهم والعياذ بالله قاطعينه ناسين ان عندهم ابو ما يعرفونه لا حول ولا قوه الا بالله يا خساره التربيه انا لله وانا اليه راجعون لا والمسكين قاعد بالحاله طيب والبيت اللي هو فيه له لا ما هو بله هذا بيت واحد من اهل الخير لقاه يتطيح على الارصفه وفي الشوارع بعد ما تخلوا عنها عياله أخذها ابن الحلال وسكن فيها البيت مجانا جزاه الله خير اي والله جزاه الله خير طيب هالحين من يصرف عليه من يرعاه من يعتني فيه يعتني فيه ويرعاه رب العالمين ثم أهل الخير طيب أبو إبراهيم هذا متزوج يعني عنده زوجة ولا لا ما عنده أحد وأهل الخير يساعدونه ماديا ومعنويا لا حول ولا قوة إلا بالله طيب سؤال آخر معليش فضل الضمان الاجتماعي ما يصرف له راتب لا ليش النظام ما يسمح وليش ما يسمح؟ لأنه عياله ثلاثة وكل واحد منهم راتبه لا يقل عن 9,000 ريال والنظام يقول اللي عنده عيال إذا كان مجموع رواتبهم أكثر من 24,000 يحرم من الضمان الاجتماعي طيب هذول عياله قاطعينه وناسينه يعني ما يصرفون عليه وش يسوي يقعد؟ يشتكيهم والجهات المسؤولة تجبرهم وش تجبرهم عليه؟ تجبرهم أنهم يصرفون على أبوهم لكن المشكلة إن أبو إبراهيم المسكين ما سوى شيء وبغى الناس يبلغون عنهم لكن رفض قال خلوهم في حال سبيلهم وإن الله بيعتني فيني والنعم بالله لا حول ولا قوة إلا بالله أقول الله لا يحطنا محطة ولا يورينا عذابه لا في الدنيا ولا في الآخرة آمين يا رب العالمين لا إله إلا الله يا أخي مشهور شوف الحنان والأبوة كيف أبو إبراهيم يرفض رغم إنهم ناسينه وقاطعينه طبعا طبعا يا أخي هذه الأبوة ترحم وتشفق على العيال حتى لو إنهم قاسيين لا إله إلا الله هذه حكمة الله في خلقه أنت في معلوم شغل؟ إيوة بابا أنا في معلوم سوق البيت أنا في معلوم قهوة ساهي طبيق غسيل أنا في معلوم أسيدة مزاتيت زريس مركوك كله 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 بابا أنا في معلوم سوق أنت وين تعلمتي الشغل ذا؟ أنا في أول بابا في سوق في غليظ في سوق في بحرين كويت دبي
في كل سقل، بعدين انا في ذهنه. طيب انت روحي ماما شوفي شغل، بس شوفي اذا ما في شغل 100 100 كويس انا بعدين في كت راتب سالري انت، معلوم؟ لا لا, لا لا بابا انا في شغل كثير كويس 100 100. خلاص روحي ماما. ابد طال عمرك ماخذين احتياطاتنا بشكل جيد. ابشر 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 طال عمرك. حاضرين، مع السلامه. يا محمود تعال الله يخليك بسرعه ابغاك. علي لو سمحت تعال عندي المكتب. أمر. علي في خطاب صدر قبل فترة بخصوص إعادة بعض السيارات اللي كانت عند بعض الموظفين، وخطاب ثاني بخصوص دوام بعض الموظفين اللي كانوا عندهم ظروف. أبغاك تعد لي خطابين ردا على هالخطابين. الخطاب الأول السيارات تبقى على ما هي عليه، والخطاب الثاني أيضا الموظفين يبقون على ما هم عليه. فهمت؟ إن شاء الله. يلا الحين عد الخطابين وجيبهم لي عشان أوقع. إن شاء الله. يس ماي فرند، ايش يبغى؟ الحقيقة أنا جاي لأمك علشان هالشغالة، ودنا نطلع لها إقامة. ليش طلع إقامة بابا؟ ليش طلع إقامة؟ يا أخوي خايف من المسؤولية أنا. ما في مسؤولية، ما في جنجال، ما في مشكلة. أنت يمكن فلوس كتير، هذا شيء ثاني. وش عليك من فلوسي؟ أنا خايف من بس يمسكونا مع العيال راحوا للسوق ولا منا ولا منا. أنت في مخ ولا ما في مخ؟ أنا في سؤال واحد ممكن أسأل، أوكي؟ تفضل. أها. انت في مره واحده هذا في نفر يمسك حرمه مالته يسال وين اقامه؟ طبعا لا. خلاص اذا هذا شغاله مع حرمه انت سوا في سوق ما في نفر يسال وين اقامه. طيب افرض سافرنا برا. جميل، انت الان جميل، اذا يسافر برا جيب شغاله في المكتب هنا، خلاص محلوله. بس ها في شرط واحد حبيبي، لازم يكون معاش مال شغاله كله مسلم، ما في ولا شهر تاخير. قول لي ليش؟ ليش؟ جميل جميل، انت كويس انجليزي تكلم كده. شوف، لان لو تاخر معاش مال شغاله بيروح يشتكي عليك في الشرطه، واذا اشتكي عليك في الشرطه راح ينفضح امرك وما راح تصير اوكي، اوكي؟ يا ابن الحلال نعطيها رواتبها اول باول. خلاص ما في مشكل، خلي هنا في مكتب، انت سافر، انت جيب معاش، خلاص. يعني تراني ما طلع لي اقامه. نو اوكي اوكي، توكل على الله. يلا بامان الله. السلام عليكم. ما حدش ياكلها بالسايل. سم طال هذا الخطابين اللي طال عمرك انت اللي طلبته. تسلم تسلم يا خالي تسلم، يعطيك العافيه. الله يعافيك. اقول علي. سم. احنا باقي عندنا سيارات جديده في التخزين؟ لا طال عمرك، كل السيارات تم تسليمها، ما عندنا الا 5 سيارات بس ومن النوع القديم، اما جديد هالسنه ما عندنا. زين يا علي، سو خطاب للاداره الماليه عشان يامنون سياره جديده، سوبر بان صالون جديد. حاضر طال عمرك. ايه واكتب في الطلب يأمنون لنا سيارة ثانية بس تكون من النوع الفخم عشان نستخدمها في استقبال الضيوف. ان شاء الله طال عمرك، شيء ثاني غير طال عمرك؟ سلامتك. ايه نسيت اقول لك، ابغاك انت تكتب الخطاب وتهتم فيه بنفسك. يعني طال عمرك ما نسلم السيارات للإدارة؟ إذا استلمتوا السيارات يا علي تجيبها لي بنفسك أنت، تستلمونه وتجيبونها لي. مفهوم يا علي؟ يا حبيبي السيارات اللي طلبها مو علشان اللي يقوله. أدري شو علشانه؟ مش علشانه؟ علشانه هو يبيها. يا أخوي هو عنده سيارات ولا هو في حاجتها. عليك يا أخي، على حسن نية أنت، على حسن نية. تدري راسك في ذا الشركة ولا تدري ولا الله حاطك فيه. هذا يا حبيبي طالب السيارات هذه له، هو يبيها طال عمرك صالون.
صالون لونين كذا موديل جديد هذا بس حق العائله يروحوا فيه البر يروحوا فيه العروس هذا وطال عمرك يبيله سياره له فخمه ويبيله سياره الولد عمته ويبيله سياره الولد خالته ويبيله سياره الجدته اللي فبها جدته اللي فبها جدته اللي فبها يسويها طيب انت وش رايك انت وش تشوف؟ والله اسعدك انت يا الذكي، يلا علمنا. انا اقول نصبر ونشوف. يا ابو نافق. سرين هذا سراسين سوي سوي هذا ربو سي اسمع اسمع قول قول لا اله الا الله لا اله الا الله شوف عمي انا كبار كويس عمي ابو مسهور السلام عليكم مسيكم بالخير على قسمي على 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 قسمي ولا كلمه على قسمي ولا كلمه عمي على قسمي عمي شوف هذا هذا شوف شوف عمي عمي شوف شوف هذا رجال ما هو نسمي هذا ما هذا هذا ليه مو هو طيب بفلوس هذا هو مشكلة هذا عمي اقول
عندهم؟ ها؟ بسم الله عليك. الحمد لله. مات؟ الله يطمنك بالخير. شكرا أول. شكرا. الله يرحمه. بس بس. وش بشاركم به؟ ها مات. أنت ما فهمتي للموت؟ ها؟ ما فهمتي للموت؟ وش قالولك؟ وش قالولك؟ أنا بروح وأخليك. تعال. مساك الله بالنور. بشرني عنك. بخير الله يبارك فيك. طيب ان شاء الله. بخير الحمد لله. اي خدمه؟ ابدا انا جايك هنا علشان معامله صار لها فتره طويله هنا من ايام المدير الاولي. اي الاولي راح. والمدير اللي قبلك بعد هم معقد شوي. هم بعد هذا المدير راح. الحمد لله انا جايك يا اخي ابغاك تنجز لي المهام اللي تبيه بس اللي تبيه حاضر. اي ولا يهمك تفضل تفضل استريح. تفضل. هلا والله هلا. يا هلا وسهلا. اي قلت لي معامله وعقدها المدير الاولي. معقد المدير الاولي هذا معقد جدا. لحظه قبل المدير ومعامله ومعقد ما ادري ايش تشرب قهوه عصير. ابد 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 ما ابي اشرب. لا يعني عندنا. شكرا طال عمرك شكرا. اي قلت لي معقد المدير. اي والله معقد يا اخي مع اني قلت له اللي تبيه مستعد انا مستعد امل اي شيء اي شيء تبي مستعد. اي هو بعض المدراء حقيقه معقدين زي ما تفضلت. انا التعقيد هذا مو بعندي. لا انا جيت لخدمه الجميع. التعقيد هذا ما احبه. الله يبشرك. يعني احنا ما جينا الا نسلك الامور وتسلك. الله يبشرك بالخير ساك. بس انا قلت لك اللي تبيه اللي تبيه حاضر انا ممنون حاضر. حاضر. ايه ممنون. احنا في الخدمه. هذا التعقيد في المدراء مو عندنا زي ما تفضلت. انا شوف حبيبي انا التعقيد هذا ما احبه ولا بيه. وبعدين ما ادري كم رقم المعامله. والله رقم المعامله من كثر ما اجي هنا حفظتها صم 2000 إيه؟ رقم 2005 2005 ها. انا اشوف ولا يهمك التعقيد هذا انا ما احبه ولا بيه. ابشر. لو سمحت تفضل معنا. لا لا لو سمحت تفضل معنا. اقول فاهمين غلط انتم مكتبي. تفضل تفضل معنا تفضل. شفت شلون؟ وش بلاه؟ وش انها مسوي؟ وش هو مسوي؟ هذا جزاء في الدنيا. هذا طال عمرك مرتشي وظالم ولا حافظ على الامانه اللي وكلت عليه. لا حول ولا قوه الا بالله. الله لا يبلانا. لا تخاف لا تخاف يا ابن الحلال لا تخاف. ما يصح الا الصحيح. صدق من قال الانسان ما له الا حق في هالدنيا. اللهم لا شمعته. شكرا. تعبان و... يابا ما هو بغرفة النوم ها؟ ما هو بغرفة النوم يعني ما لقيتيه؟ ما لقيته. مفاتيح السيارة والبيت معه ولا معك؟ والله ما أدري خلني أشوف.
ها هذه مفاتيح السيارة وهذه مفاتيح البيت. اي نعم. يعني مشهور ما معه لا مفاتيح السيارة ولا مفاتيح البيت. ما شاء الله ما شاء الله يا ربي على هالذكاء يا ربي. طبعا ما معه لا مفاتيح سيارة ولا مفاتيح بيت. بسم الله عليك. توسي تعرفين الذكاء الحين؟ ما انتي خبرت ان ذكاي عشرة عمر ولا تعرفين ذكاي؟ انا الذكي ابو الذكاء حلال صعبات الامور. بسم الله عليك يحرسك ربي. يبا يمكن راح بيتكم. خل اروح هناك وندور عليه. اي والله صدقتم. يلا سعد حماد؟ نعم نعم. حماد هو ابو مشهورة ها؟ نعم حياكم الله. السلام عليكم. السلام. شو مطلوب؟ هذا اسمح لي معلش. ايش في طلبك؟ تفضل. تعرف لما توصل خلاص؟ هذا وقت الدموع ها؟ يوم مات ابوكم الله يرحمه قمتوا تبكون وتنعونه. ابراهيم الابن الاكبر والامثل. ابوك الله يرحمه يا ابراهيم كان حاطك في عينه رحمه الله عليه. كان يقول اذا مرضت ابراهيم بيعالجني، اذا جعت ابراهيم بياكلني. وانت ابراهيم طلعت عكس كل تصوراته. وانت الثاني ابوك ما افتكرته حتى في مرض، ولا تدري وش اللي صاير عليه. عايش في فيلا ومتهني انت واولادك واسرتك، وابوك ساكن في هالخرابه. وانت يا الكشخه يا الرحاله من بلد الى بلد، من تجديد جواز في جواز، من سياره في سياره، وابوك ما دريت عنه. ما تدري هو جايع هو نايم هو اكل هو شارب، ما تدري وش اللي صار له. هذه اخرتها، هذه نهايتها. لكن ما اقول الا حسبي الله ونعم الوكيل. حسبي الله ونعم الوكيل. أبو محمد عليه يهينك. لا أنت. أنت شايف اللي أنا فيه الآن. لكن أبغاك تروح تطمن أم مشهورة. ولا بدك تزعجهم ولا تقلقهم ولا تضخم الموضوع قدامهم. أبيك تقول لهم ترى الموضوع بسيط وإن شاء الله نبي نحل في خلال يوم ولا يومين. لا يرتعون علي، أنا خابرهم مشهورة قلبها رهيف وما يتحمل. أنا عاد حصل اللي حصل لي لكن هذه نتيجة أفعالي، وما يندم الإنسان إذا كان تصرفه بيده ما هو من غيره. والله يا صديقي انك ما تستاهل، انت رجال لحيت غان ما هو رجال طيب، لكن عاد انك تحب القروش يعني ويا ما نصحناك، لكن الحمد لله الحمد لله. عاد هذا اللي حصل يا محمد. نعم. وبيك بعد تمر على مشهور وترسل لي ضروري ضروري لاني ابغاه في موضوع مهم. من هو مشهور؟ مشهور ولد اخوي ابو محمد. ايه لا ابشر. نبشر لا نقول له نروح له وننشد عن ولد اخوك ونقول له يجيك ان شاء الله. لا حول ولا قوه الا بالله. والله انك رجال ما تستاهل، صدق انك ما تستاهل. والله انك يا ابو مشهوره فتحت على نفسك ابواب مصككه. مين وش تبينا نقول؟ وش تبينا نقول بس؟ مع الاسف مع الاسف ان بعضنا كذا. يلا السلام عليكم. مع السلامه.
يما شفي ابوك ابوي شفي اخذوه اخذوه مين اخذه الشرطه 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 مسكوا عمال المزرعه وعمال المحلات ولقوا عندهم بلاوي بلاوي عمله مزيفه ومخدرات مشهور يا ولدي سمي يا عمي سمي شلون عمتك وشلون مشهوره ما عليه طيبين وبخير يسلمون عليك عسى بس ما تاثروا باللي صار لي تطمن يا عمي لا تشغل نفسك بهالامور هم بخير وبنعمه لا تخاف هذه بلوى وانا مريت فيها يا ولدي ما ادري عمي معليش يعني عشان تكون في الصوره ودي اقول لك بعض الشيء يعني خير يا مشهور الشرطه لقوا بلاوي غير اللي لقوها في المزرعه بلاوي وش هالبلاوي هذه مكتب الخدمات اللي فتحته الفريد واعطيته توكيل يسرح ويمرح على كيفه في شو مسوي فريد استغل التوكيل وخذ من الناس فلوس واجد اوهمهم انه بيجيب لهم خادمات وسائقين وعماله وهذا اللي صار الناس تدور عليها الحين ولكن الحمد لله انه انقبض عليه بس برضه انا المسؤول انا المسؤول وكلها بتجي على ظهري استاهل معليش يا عمي بعد معليش تحملني فيها فواتير التليفون فيها بعد فواتير التليفون فريد استغل تليفون المكتب صار يجيب ربعه ويخليهم يتصلون خارج المملكه والمشكله انه يعطيهم يخليهم يتصلون باقل من سعر التكلفه صارت الفواتير 30,000 ريال 30,000 ريال ومنين اجيب 30,000 ريال وديون الناس انا اللي استاهل انا اللي استاهل لاني ما طعت نصيحه ابو محمد ولا طعت نصيحه كل واحد اللي صح من طريق الخير انا اطمعني المال واطمعني فريد بكلام المعسول وبنالي بصور وخيالات واوهام لين صرت في اللي انا فيه الان مو بنا لحالي بس في ناس غيري كثير يا مشهور في ناس غيري كثير والنتيجة هي اللي أنا فيها الآن صدقت الواحد اللي ما يخلص وطنه والمجتمع ويتستر على من هب ودب وتعمي عيون الفلوس وينسى مخافة الله لابد ما يلاقي عقابه أكيد ما لقاه في الدنيا يلقاه في الآخرة مشهور ولدي أنا ما أدري وش بيصير لي لكن احرص ولدي تكفى احرص على مشهورة احرص على عمتك أنا ما في إلا الخير إن شاء الله مشهورة وما بعيوني ما أنا قادر أتكلم ولا أنا قادر أوري وجه الناس معليش ما في نار من غير دخان؟ اي طبعا اتذكر. وتتذكر يوم اقول لك في رقيب ما يضيع لحد شيء؟ هذا كلام جميل. الحمد لله، شفنا عدنا والله نصرنا. الحمد لله. وش رايك يا حمد؟ نبدأ العمل؟ نبدأ العمل. بجد واخلاص؟ بجد واخلاص. يمينك.